تهديد ليس كسابقه من وزير إسرائيلي: لا أستبعد إلقاء قنبلة نووية على غزة لأنه لا يوجد أبرياء. وزير التراث الإسرائيلي إميخاي إلياهو يهدد بإمكانية استخدام القنبلة النووية على قطاع غزة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التعليق على وجه السرعة، إذ ذكر أن تصريح الوزير منفصل عن الواقع. صحيفة يديعو تحرنوت قالت إن وزير التراث لا يستبعد الخيار النووي على غزة في وقت يوجد هناك 241 أسيراً إسرائيلي، ونقلت عن الوزير اليميني المتطرف الذي أدلى بحديث لإذاعة راديو براما الحريدية إلى أنه لا يوجد أحد في غزة غير متورط. وحين سئل كيف يمكن أن تتسق مسألة إلقاء قنبلة نووية على غزة في وقت يوجد هناك 241 أسيراً إسرائيلي، فأجاب: على حماس أن يتوسلوا لكي يعيدوا بأنفسهم المخطوفين، في الحروب هناك ثمن يدفع، لماذا تعد حياة المخطوفين أهم من حياة الجنود؟ وتابع إن سكان غزة لا يخشون المستقبل، وهذا الأمر لا يشكل بالنسبة لهم أي مشكلة. بينما أثارت تصريحات الوزير المتطرف حالة من الهيجان بين الإسرائيليين، ووجهوا إليه انتقادات لاذعة أغلبها تنبع من وجود إسرائيليين أسرى في قبضة حماس.